ما تدخل دار الاخره تشوف مقعدك مقعد سي تخيل ضحك اه يا شرف فرحان خدمتي في الدنيا خدمتي جريتي بنيتي جنات نجيم تحتها الانهار جيت الناس تحل الانهار بالصلاه بالقيام بالاخلاق بالمعامله بالدكتوره بكذا نصحتي الناس بلغتي كذا كل يعمل على شكلتي بلغتي بنيتي الاخيره ارتحيتي فمن زحزحاني نار تخرج الناس فقد ما خاشي فمن تزحزح فمن زحزح وان منكم الا واردها الحمد لله اللي ما قالش وان منكم الا داخلها ما تخرجنا حتى تقرمل واردها ترتاح مع راسك خروج المؤمن من ضيق الدنيا الى ساعات الاخره كخروج الجنين من ضيق الرحم الى ساعات الدنيا الرحم تيكون فيه بنادم مش غيور راه ابو جهل راه افلاطون راه ابو لهب راه باركليش ماشي ما شاء الله وتيخرج كيبكي وغادي يكبر مليونير ديليونير بطل غادي يكبر نابليون شارلومان كدا وكيبكي واه يا حبيبي هذه الدنيا يا حبيبي بكي جاي البكا جاي مسكين الدنيا الم والم يخفي امل وامل يحقق عمل وعمل هي اجل وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل جاي البكا مسكين الدكتور كيبكي وا 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 مازال رب العالمين راه به عاد كيعطيه انت العقل باش يعيش غير كيخرج من كرش مو كتقطعوا له السره هافي باش كيعيش بالحليب غير كدير المول بالجوله باق كيدير لها باش عرفتي الحليب فيها غير كتمص ولا كان فيها الميلاص ولا كان فيها جافيل غير كدير له كياكل كيشبع كينعس الله كيفيق كيجي الجوع باش كيعيط لمو الوالدة والقصد ورمانة جوج حاجات كيجيو معلمهم الانسان من عالم الضر يا سلام وكتعطي الوالده ديك الحليبه ران تان 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 كيتقوت بها كيدير عاد كيجي سبع ايام عاد كيجي الحليب العادي العادي الوالدات حوليني ولكن دوك الوالدات اللي كانوا هادي في الثلاثينات دابا كاع ما بقاو كيرضعوا من زاد لو كاع على مالي يشرفني كيعطي حليب البقر العجول حتى هو كتكبر دعيت له ديس حليب البقر حليب سمير سميرة الحمد لله عطاتو البقر مرة عطاتو المعزة فهو الجزاء مجلس العمل البقر تانت ما غير سكت حالتنا ما شاء الله عطيه الحليب ما شاء الله دابا اوروبا كيعطيو القاوريه الفلوس تيقول لا الا ولتي عطيه حليب